بسم الله، والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة وأصيلا. زينا للناس، دوك مفعول به من طرف الشيطان، زينا للناس وجههم إلا الشهوات، ما عندهم حتى أمر آخر يعنيهم طوال حياتهم الدنيوية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. يحبوا دائما لبارا، معناها لبارادر إنو لاتر، يحبوا المظهر ولا يعنيهم كينونة، هيما كينونة سافلة من غارقة في الظلمات. والبنين والقناطير المقنطرة، حنا مش نقفوا عندنا زينة النساء، قال فيهم نبينا عليه السلام مائلات مؤمنات كاسيات عاريات، وعالم النساء عالم المشاكل وعالم السقوط في مراثي الإبليس إلا من رحمة ربنا. زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين، برا عالم كامل عالم النساء واش تحبوا باش تفهم بعض ما فيه من اسرار الصحة التعبير. زينا للناس حب الشهوات، قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم نقصة عقل دين، قال لهم ماش واحد غيركم انتم اذهب لعقل العقل، لانه زينتكم تأثر على العقل وعلى غير العقل، والحديث يطول. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، خاصة مرة ذكرتكم بخطر علاقة غالبية النساء كما غالبية الرجال علاقتهم بالمحمول، وماذا يعني هذا، هذه العلاقة تعني أنهم نبذوا عبادة المولى وعبدوا من كائنات صنعة التكنولوجيا. وإذا كان مستحبوا طاعت التكنولوجيا كفاش خدات القاسم السابق في اعتناء الناس وربما الجن كذلك بها، هذا أمر ربما نتطرق إليه يوما ما إن سمح بذلك مولانا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. شوف قداش ألوان الزينة اللي من شأنها أن تكون سبب لسخط الله على غلب الإنس والجن وخسارتهم ثابتة من دابوا يتبعون الشهوات والزينة بكل ألوانها ومضاتها. والخيل المسومة أي مزينة مطهمة، والأنعام هذا عنده ألف راس إبل، عنده 200,000 راس معز وانت ماشي، والأنعام والحرف موكب اللي ذكر سورة الكهف كيفاش كان زينت له الدنيا حين جعل الله له جنتين والمياه فوارة والحرف، ذلك الكل اللي هي زينة في إبليس وتوقع الإنس والجن في براثن إبليس. يقول ذلك بس متاع الحياة الدنيا، موش دائما حط في بالك زينار اللي كان عندك يخفيه ربنا، ولك السماء من حدة السماء مو يجي وقت وربي يحرمك منها وينقص منها. بعد تقولي ما عادش لازم توظف المحمول مثل البورتابل على
ما تحب انت من لاوتك عن من هيك عن ذكر الرحمن. يا رب يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده اي غير ما في الدنيا من متاع ذلك عند والله عنده حسن المآب. يعني اللي في العاقبه اللي في الحياه البرزخيه والاخره العاقبه ما تكون كان اللي كان من الايابين الى رب العالمين والسلام بالتمام على أمة الإسلام.